بس ما تزابي حقبيلة تيدي شدو حسن مديقي زيها بالعباد باد باد بلا كتراتي كاميرا كاشي وفي البلاطو رايدي قار معنا ديفوني يشوفو زومي قاعدة ولعبة حكاية الوتش على التدمار نار نار بسم يا خالي كاميرا كاشي جدو حسن داني أروح 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 مرحبا بكم في عدد جديد وخاص. الضيف تاعنا ابراهيم بن خويطل بطل العرب في الكيك بوكسينغ. تفيقه حاره عليه. سعاد انت تصدي بالحصه تاعنا؟ نعم. عندك مشكل عويص ابدا بعد الموت تاع الزوج تاعك ربي يرحمه. نعم نعم. وباش نفهم الناس كامل دوك نشوفوا جبنا انفيتير شوف المعيشة تاع سعاد كيفاش راهي ابعت الفيديو. كيما نقولوا حنا مقهوره معليش واسمها مدام سعاد. السلام عليكم. سلام مرحبا بكم. الله يحفظك. واش نقول لك الاخت انت يا عيطينا وكنتي تنسيستي شحال ولا ننسيستي وشحال ونحوس عليك الحمد لله يا ربي كي جيتوا عندي وان شاء الله يا ربي نحط لكم القضيه تاعي بين يديكم ويفرج ربي بربي ان شاء الله. شوف قلبي راهو معمر واش نحكي لك قليل. انا كنت عايشه مع راجلي مع الزوج تاعي توفى دايم الله الله يرحمه ويوسع عليه. خالتي سعاد بعد ما توفى زوجها لقات روحها هي وبنتها مرميات في الشارع واللي رماها هو أخوها العزيز. حنا مرت ورد كبير خلاه بابا وستولى عليه خويا دا كلش. وسيدي هضرتي معاه رحتي ليه؟ رحت ليه رحت شكيت له وقلت له راه الزوج تاعي توفى ورماوني وكامش حكم ولده جبدني وطبعني في الزنقة يلي يخرجي ما تسالي والو ضربك. شوف واش دار. وفوق هذا الشيء زادت عرضت خالتي سعاد للضرب من طرف وليد خوها. ايوا يا ابراهيم خويا شفت الحقره واش ديرها. تفضل تفضل تفضل. خالتي سعاد مسكينه ناس مؤمنين هما اللي بناوا لها هذا الدار الفوضوي. اليوم خالتي سعاد جات للحصه تشكي همها. ايه يا خالتي سعاد ربي يفرجها عليك ان شاء الله. ابراهيم نزيد نوجع لك قلبك نوري لك سعاد اللي نورمالمون ورا حقها وين نورمالمون راهي عايشه لو كان جات دنيا دنيا. ابعث لي ما تبكيش ما تبكيش تفتح ربي ان شاء الله. كما شفتوا مقبله وربحنا لهذيك المراه مسكينه وين ساكنه المندبه الكبيره. ديروا في بالكم باللي المراه هذه نورمالمون راهي ساكنه هنا. المراه هذيك الحق تاعها راهو هنا. معليش بلوس دو ديتاي نشوفوا خوها. خوها قال لك انسان مولا خير مي دوك نشوفوا المولا خير هذا. اروح ما نعرفش نرحمه مي لازم نجيبوا البلاطو لازم. السلام عليكم. اهلا خويا العزيز واش راكم لاباس بيا؟ طلع مي عبد الرحمن. نعم الشيخ باباك دومونداوه حبوا يشوفوه في الحصه تاع خير باسكو باباك دار حاجه مليحه. ربي يحفظك. انا هنا خويا انا هنا يا با بروبليم. صح اخويا ديري في بالك سعاد بلي راني عيطت لهم عيطت لهم راحين باش نقابلوهم حنا باش نتفاهموا. كنا كابر من الدغي الرأي تاعك ونسكتوا لا حنا ننصفوا الناس باش نتفاهموا. عيطنا لهم وجاو. ابراهيم انت واش رايك نسمعوا؟ بيان سور دوك انتم عندكم كوارط عندي كوارط عندي كلش. ابراهيم كوارط حقا دوك وليدو دوك يدخل. ايا معليش ابعثوا لنا الولد. واش ابراهيم قلبك تعمر منه هو ربي يجيب الخير ان شاء الله. بس اخويا ورا الشيخ او الداخل على ما جاش. ما انا ما خليتوش يدخل. انت ما خليتوش على ما خليتوش علاش خليه يجي نورمال.
باسكو مرا شويه ومانيش حابو يشوف هذه. هذه عمتك؟ هذه عمتك. بابا انا ماشي عمتي ما استعرفش بك. كيف ماشي عمتك؟ خذ باباك خو، كيفاش هذه ماشي عمتك؟ كيفاش؟ عمتك هذه ماشي عمتي ما استعرفش بها كاع هي ولا غير؟ استعرفش بها. خو هذه بلا ما عمتك ما بيش انا مرا كبيره وما تهضرش معاها هكذا كاع. بابا. يا عمتك انت كيفاش انت بابك جابك من الزنقه انت يا ما نستعرفش بها انا قاعد في الزنقه. محمد الرزقه هذا تاع جدك الله يرحمه الرزقه ديالك معليش دوك انت استوليت ما باش خدمت معاش عيط لباباك يجي اروح ماشي مشكل ماشي مشكل ايوه كيفاش خدم لهم من رجال يقول لك خاطيه الحال هذا هو مال الاولاد الاولاد على الاولاد هذا هو الاولاد ما خديتليش راه قلت لك ايه اصلا نعاونك يا بابا بس نجم دي بيتي تاعك مانيش مباصي بيك كيف مباصي بيك؟ اقعد انا مباصي بيك لا 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 قول ابراهيم غير الشيخ مسكينه يا ابراهيم يا ابراهيم كان تعرف شكون هذا يا ابراهيم استغفر الله مسكين بقول له نبدا سعاد معليش قلمي راحك ما تقلقيش سعاد دوك يجي حقك بعد الفصل انا ولينا راهو معنا الحاج عبد الرحمن او هنا الابن تاعو والعمه والوصي تاع الخير حاج عبد الرحمن اسمع شنو هضر معاه قول له بلي راك في التلفاز قرب لي هضر معاه هضر معاه اسمح لي اسمح لي معليش خويا حاج عبد الرحمن راك في التلفاز معنا هنا نعم راك في التلفاز راك في التلفاز قول اختك هي هنا شكون اللي فاك شكون اللي فاك اختك سعاد راهي هنا معادة سعاد سعاد شكون سعاد سعاد اختك في عنابة ماهيش في عنابة راهي هنا راهي هنا مات راجلها قول واش عندك ما حومشتهاش شكون ما شتوش راني توفيت راجلها مات عيد ايه مات الله اكبر كيف ما على بالوش جاناش اليوم ولا ما قلتلوش وما نقولوش ما نقولوش يا حبيبنا يا اسمك محمد محمد ضربي يهديك كيما شوف كيما باباك راهو هكذا غدوه انت تكون عندك كاع الدراهم هادو ما تقدرش تاكل حبه تفاح بهم واش من الفايده يرحم باباك دراهم عندي فيلا وعندي وحشتها سعاد وحشتها ما نقدرش ناكلها علاه وحشتها ما خفت دير بهم كلش يا ودي راك غلط والله غير قالوا علاش وراه مرميه في الصحراء وجهه نظر تاعك لا لا ما تخش روحك كيفاش ما كلاتش خليها تشوف خوها يا خويا كيفاش هذا خليها تشوف خوها خليها تشوف خوها بعد عليها علاش لاصق فيها وانت علاش لاصق فيها اي روح ريح مني خلاص كيفاش روح ريح مني روح انا فلاطو انا فلاطو واش كيفاش انا فلاطو تكون هذا راه كوبي كاميرا معليش ما انا قادركم كاع انا ما انا دوك قادركم كاع كون هذا الفوت كنت تكون فهمت على اختك هذه الحاج ها ها اختك هذه الحاج هذه اختك اسمع واش قلت لك الحاج صافا هاك مليح هاك مليح هذه اختك سعاد ملودن هذه ملودن هذه الحاج هذه اختك سعاد اختك سعاد اختك وعاد وعاد حبيبي ربي يهديك هذه 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 عمتك ماشي عمتي ما نعرف يا ودي عمتك هذه كيف عندك بروبليم معاها واش ما دارت لك بالك واش دارت لك هذه واش قالت لك واش تقدر تاديك زعما انت ماكش عارف ماكش عارف واش كاين معليش اسيدي لا غلطت لا غلطت معليش راه ربي ويسمع ما تسمعش وانت قلبك بلا قلب لا معليش معليش ما تطبعها بلا ما تنساش ما تنساش ايوا واش راك حاب طارت نوري لك شكون انا نوري لك شكون انا عليا عليا امشي روح امشي حاب نوري لك دوك شكون انايا ايوا ودوك تعطي لها حقها دوك 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 منها ما تخرجش منها غير عطيت لها حقها ابي واش يا ابي راك تضحك عجبك الحالة عجبك الحالة الصحة يا ودي سيد طرطق الوجوه انت قاعد تضحك يا ابي واش بيك ماكش خارج منا حاب نسيروا معاكم هكذا دوكا دوك تدي حقها هذه هذه يدو بالعنف هذو ما يحبوش بالهضره والانتيك ومن دوك بالقباحه ايوا معليش ابراهيم معليش تعفى الشيخ تاع لا لا روح لا انا روح وراك رايح جيبوا انا روح روح روح
اروح يدك الواعره يا الحاج يا الحاج ماشي واعر انا الحاج اسمح لي انا ماني واعر هذا يضرب او يضرب في في اختك ماش كوختي في عنابه هاي هنا سعاد سعاد اختي هنا ماشي اختك كيف ماشي اختك هذه ودي اختك هذه قلت لك ونقول لك شكون هذه اقعد لك اقول لك وليدي ونقول لك ما تقلقيش من دوك اليوم يدي اليوم تدي حق اليوم تدي ما كان الكاميرا كاشي حبس هذه غير كاميرا كاشي مع جدو حسان يا ابراهيم خويا ابي هذا انا مره انا مره الله ما يحشم انا بنت شبراح وانت ثانيك معهم فوالا واش تقول لي زاتلات اللي معاك واللي زامي والناس البيبليك تاع الشعب الجزائري في رمضان ان شاء الله بون نقول لهم كاع لي زاتلات ما تكثروش بزاف الماكله باش ما تزيدوش البوا وصحه رمضانكم وصحه صدتكم وان شاء الله كما قال صوموا بصحه وهنا ان شاء الله ويعطيكم الصحه حكمتونا حبس ما تصابي هاك بيلاتي دي جدو حسن مديقي زيهب العباد باد باد بلا كتراتي كاميرا كاشي وفي البلاطو رايدي قار معنا ديفوني يشوفو زومي قاعدة ولعبة حكاية الوتش على التدمار نار نار بسم يا خالي كاميرا كاشي جدو حسن دي.